السلام عليكم. دي سيشن رقم 4 في الفانكشنال بروجرامينج. انا عملت اناليسيس كده للفيدباك اللي وصلني لحد دلوقتي من الثلاثه فيديوز السابقين يعني، وعندي حاجه اتاكدت منها. تاثير وجود امثله كويسه كبير على الناس، يعني وجدت ان كتير قوي من الناس بيابريشيت وجود مثال. الجزء اللي بيتقال من الكونسبت طبعا مفيد وكل حاجة، والكلام على التكنولوجي برضو مفيد وكل حاجة، ولكن وجود مثال مهم، مهم أوي. لأن النقطة الضعيفة في شرح الفانكشنال بروجرامينج اللي أنا حاسس إنها موجودة بكثرة والناس كلها بتعاني منها، هو إنه عارف إن في حاجة اسمها هاير أوردر فانكشن، بس هو مش عارف إمتى يستخدم الهاير أوردر فانكشن، يعني إمتى دي تبقى ملائمة، إمتى تبقى دي الكيس بتاعته محتاجة هاير أوردر فانكشن. علشان كده وجود أمثلة بتوضح البيزنس كيس المناسبة للباترن مسألة مهمة جدا جدا جدا. وآخر فيديو كان الفيدباك اللي عليه بيقول الكلام ده بشكل very clear يعني. علشان كده أنا هاخد السيشن دي كاملة لأن أنا أحل مثال، والمثال اللي أنا اخترته عشان نحله النهاردة هو مثال مش بسيط، مثال ممكن تقابله في حياتك كل يوم يعني، يعني كيس حقيقية ممكن تحتاجها كتير جدا جدا، وهتكتشف ان شاء الله ان انت هتحلها بالفانكشنال بروجرامينج بشكل جميل وصيانته هتبقى سهلة. ولو حاولت تحلها امباراتيف ده هيساعدك كتير قوي عشان تكتشف هي في الديكلاراتيف قد ايه كانت مريحة. فانا بشجعك بشدة انك انت تاخد المثال ده تحاول تحله امباراتيف في مخك على الاقل يعني، وتقارن اللي انت شفته في الديكلاراتيف. وانا هرفع الكود على جوجل درايف وهحط اللينك في الديسكريبشن عشان تقدر تداونلود الكود اللي انا هوريه لك النهارده، وتبقى تجرب تعدل فيه وتفهمه اكتر واكتر واكتر، يعني اديك فرصه يعني. تو ستارت ويز هبدا اوصف لحضرتك البروبلم اللي احنا بنحلها. المثال بيتكلم على ان احنا محتاجين نحسب الديسكاونت على اوردر. الاوردر بيحتوي على برودكت واحد مش اكتر من كده، لكن الحسابات هنا فيها شويه لوجيك مش بسيط. عشان تحسب الديسكاونت على الاوردر ده في مجموعه من القواعد، الرولز المستخدمه لحساب الديسكاونت، رول واحد واثنين وثلاثه واربعه، عددهم وليكن خمسه سته. عشان تستخدم الرول الفلانية بتسأل function بتقول لها هل الرول دي تنطبق على الاوردر ده ولا لا. بيسموا دي عملية qualification، انك انت بتqualify الاوردر for this rule، بتqualify الاوردر for this rule. فميبي ميبي الاوردر الواحد يqualify لأكتر من رول، تلاقي ان أكتر من رول منطبقة عليه. أوضح شوية. قال لك مثلا ان كل الاوردرز اللي بتحتوي على product الاكسباير ديت بتاعه فاضل له شهر، فاضل له اقل من شهر، هنزود عليه ديسكاونت شويه. فدي ان الاوردرز دي بتكواليفاي للرول بتاعه الاكسبايري، فبالتالي الديسكاونت هيتحسب بالكيفيه الفلانيه. قال لك ان الاوردرز اللي قيمتها اكتر مثلا من 1000 دولار هنخلي الديسكاونت عليها كذا، دي رول كمان. يبقى عناصر الحساب هنا بقت عباره عن حاجتين: كواليفيكيشن، ان الاوردر بيكواليفاي نفسه ان هو يستخدم القاعده دي، لو بيكواليفاي نفسه نستخدم عليه الكالكوليشن ميكانيزم ده. فاحنا عندنا حاجتين: كواليفيكيشن ميكانيزم وكالكوليشن ميكانيزم، الاثنين دول مرتبطين ببعض. اذا تحقق الكواليفيكيشن ميكانيزم تحقق الكالكوليشن ميكانيزم، وعندنا مالتيبل رولز. وارد جدا ان الاوردر الواحد يكواليفاي على اكتر من رول، يعني عندنا 7 رول عدينا عليهم الاوردر ده طلع ممكن يكواليفاي لاربعه منهم. فالقاعدة بتقول إن حساب الديسكاونت بيتم بإنك أنت بتاخد الأقل 3 ديسكاونت طالعين وتاخد الأفريج بتاعهم، يعني لو هو بيكواليفاي لأربعة رول من أصل الرولز الكتيرة بتاعتك طلع ما حقق 4، احسب له ديسكاونت على الأربعة دول وخد أقل 3 منهم وخد الأفريج، يبقى هو ده الديسكاونت. هي دي البروبلم اللي احنا بنحاول نحلها. أنا لخصتها في بوليت بوينتس هنا: كالكوليت ديسكاونت for list of rules. عندنا list من rules. Each order calculate discount for list of orders. آسف. Each order has only one product. There are several rules to calculate discount.
An order should qualify to a criteria. الكريتيريا زي ما قلت لك موضوع الاكسبايري، ان الحاجات اللي هتكسباير كمان ما اعرفش قد ايه تنطبق عليها الرول الفلانيه. In order for its associated rule to apply. في رول هتطبق هتابلاي لو هو حقق الكريتيريا دي. وعندنا طبعا multiple criteria و multiple calculation mechanisms. Several rules may qualify to the same order. ممكن جدا جدا الاوردر الواحد ينطبق عليه اكتر من رول. The discount is the average of the lowest of three discounts. هناخد اقل تلاتة discount طلع وناخد الافرج بتاعه. The system should allow adding other rules and qualifying criteria in the future without much difficulty. ده شرط مطلوب ان احنا لما نحب نضيف rules جديدة و qualification functions جديدة نضيفها من غير ما نتعذب، ان يبقى عملية اضافة الرولز الجديدة ما تبقاش فيها تعقيدات تستلزم ان احنا نهد كتير في الكود، فدي حاجة مطلوبة مننا، وهنشوف الديزاين بيحقق ده ان شاء الله بسهولة ازاي. دي البروبلم ستيتمنت اللي انا قلتها. في الحقيقة انا من كوني عارف ان المثال فيه شوية لوجيك مش قليل يعني، فحاولت على قد ما اقدر ان انا اعمله فيجواليزيشن بشكل يسمح لك انك انت تفهم البروبلم ستيتمنت كويس. الوصف اللي في البوليت بوينتس ده انا اجتهدت ان البوليت بوينتس يعني اجتهدت انها تبقى واضحه يعني، لكن انا قعدت وصف البيزنس بروبلم، قعدت وصف البيزنس بروبلم بشكل فيجوال على قد ما اقدر. هوريه لحضراتكم قبل ما نشوف الكلام ده ازاي هناخده ونحوله الكود. دي مجرد أمثلة على الـ qualifying condition والـ calculation rules. يعني مثال بيقول الـ order date between كذا and كذا يبقى احسب له عن طريق الـ unit price في الـ quantity في 0.1. إذا كان الـ product expiry date أكبر من now زائد 30 and أقل من now زائد 60 احسب له باستخدام كذا. يعني دايما الرول عبارة عن جزئين، جزء qualifying وجزء calculation. السطر الأفقي على بعضه كده اسمه رول يا شباب، السطر ده كده اسمه رول، ودي اسمها رول، ودي اسمها رول، ودي اسمها رول، ودي اسمها رول، ومكونة من جزئين، qualifying يعني تحقق الشرط طبقا للكريتيريا اللي هي دي الكريتيريا، آسف، دي الكريتيريا يا شباب، ودي طريقة الحساب، دي الكريتيريا ودي طريقة الحساب، دي كريتيريا ودي طريقة حساب، السطر على بعضه اسمه رول. انا حطيت مثال نيوميريكال برضه عشان الامور تبقى واضحه يعني. تعال نشوف الفيجواليزيشن بتاع البيزنس بروبلم ده بيقول ايه. بص يا سيدي، اللي على الشمال دي مجموعه اوردرز عددهم n، محتاجين كل اوردر من دول يدخل على البلوك ده. يعمل ايه في هذا البلوك؟ البلوك ده مكون من اللي انت شايفه ده، كل مستطيل من دول عبارة عن رول مقسمة لإيه؟ لكواليفاير وكالكوليتر. الكواليفاير بيشوف الأوردر بيكواليفاي للكيس دي للرول دي ولا مش بيكواليفاي، الإكسبايري ديت بتاعه أقل من معرفش إيه ولا لأ، فبالتالي هنكالكوليت بالكالكوليتر ده. هنا الأوردر ده أكبر من $1000 فبالتالي هنستخدم الميكانيزم ده بتاع الكالكوليشن. بيحقق ده يبقى هنستخدم الميكانيزم ده، بيحقق ده هنستخدم الميكانيزم ده. يبقى كل سطر من دول بيمثل رول. يبقى الاوردر دخل من هنا، عدى على الايه؟ كواليفيكيشن، طلع بيكواليفاي هنا، يبقى بالتالي هنستخدم الكالكوليتر عشان نحسب الديسكاونت بتاعه. دخل هنا طلع مش بيكواليفاي فبالتالي ما خرجش هنا، دخل هنا طلع بيكواليفاي فخرج هنا. ده الكالكوليتر، حطينا فيه الاوردر وحسبنا الديسكاونت. يبقى الفجوات دي معناها ان الاوردر ديد نوت كواليفاي هنا، بس كان بيكواليفاي هنا وهنا وهنا وهنا. عملنا لهم اوردر باي، كل واحده دول طبعا لما خدت الاوردر عملت ايه؟ حسبت له الديسكاونت، بتاخد اوردر وتطلع دبل اهي، بتاخد اوردر وتطلع دبل اللي هو الديسكاونت. عملنا لهم اوردر باي عشان نرتبهم على حسب الديسكاونت، وبعدين تيك هناخد منهم ما نريد، ثلاثه زي الرول ما قالت ان احنا بناخد ثلاثه اوردر نحسب الافرج دوت افرج. تمام، الوصف ده هو عباره عن فيجوال ريبريزنتيشن للبروبلم.
احنا لسه ما كتبناش الكود، بس الوصف ده بيساعدك كتير قوي انك تتحقق من انك فهمت البروبلم. ارجوك 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 وانت بتشتغل في الفانكشنال بروجرامينج اعتمد على وصف فيجوال للبروبلم. وصف البروبلم فيجوالي عن طريق دياجرامز زي دي بيساعدك تكومينيكيت الايديا لك ولزمايلك. انا طبيعه عملي حاليا بتستلزم ان انا اعمل الجوريزمز معقده جدا. الالجوريزمز في الاي اي يعني قائمه على حاجه اسمها الايفاليوشنري كومبيوتنج. الالجوريزمز دي بالغه التعقيد والخطا فيها ممكن يبقى صعب اكتشافه لو الابلكيشن مش متقسم كويس. انا وجدت ان التعبير عن الالجوريزمز باستخدام الابروتش للفيجوال دي بيخلي الامور اسهل في الكوميونيكيشن بيني وبين زملائي، بنتحقق ان احنا كلنا عندنا نفس الفهم. وانا ادعو حضرتك انك انت تستخدم نفس الابروتش، خد البروبلم، خد البيزنس بروبلم وحولها للبرزنتيشن بهذا الشكل. الفيجواليزيشن ده بيأكد ان انت فهمت وان زمايلك فهموك. اتفقنا؟ هل الامور كده واضحه يا شباب؟ الكواليفاير بياخد اوردر ويطلع بول، بياخد اوردر ويطلع بوليان. تمام، البوليان ده ترو لو كان بترو او بفولس. لو بترو يبقى الكالكوليتور ده ايه، هيحسب الديسكاونت. لو كان الاوردر الداخل هنا طلع فولس يبقى بالتالي مش هنستخدم الكالكوليتور ده في الحساب، هنسكيبه. تمام، انا هنا تعمدت في الرسم اخلي فيه بعض الحاجات بتكواليفاي اللي هم الاربعه دول، واثنين ما بيعملوش كواليفاي. الاربعه اللي عملوا كواليفاي حسبوا الديسكاونت، عملنا له ترتيب وخدنا منه تيك اللي احنا عايزينه اللي هم في المثال ثلاثه، ده المطلوب في البيزنس، وبعدين خدنا لهم الافرج. الكلام ده اتعمل على الاوردر ده، اسف، وهيتعمل بقى على الاوردر اللي تحته واللي تحته واللي تحته واللي تحته واللي تحته واللي تحته، وهكذا يا شباب. تمام، يبقى هو ده الفيجوال ريبرزنتيشن بتاع البيزنس بروبلم. حضرتك فهمته؟ ارجوك 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 رجع الفيديو للسلايد اللي فاتت واقرا البولت بوينتس، وبعدين تقدم الى هذه السلايد واقرا الفيجوال ريبرزنتيشن، وتاكد ان انت في عقلك حصل تطابق ما بين البوليت بوينتس اللي وصفت البروبلم، البوليت بوينتس اللي وصفت البروبلم مع الفيجوال ريبرزنتيشن بتاعها. لو تحققت من انك الاثنين منطبقين في عقلك، تعالى كمل معايا الى ازاي الكلام ده هيتحول الى كود. يلا بينا. بص يا سيدي، اللي احنا شايفينه ده تعالى بقى نفكر فيه as a functional programmer. هيكتبوه ازاي؟ احنا هنا محتاجين حاجة تضخ الاوردرز واحد واحد على البلوك الجميل ده. ايه اللي بيحصل؟ انا ليه بعمل كده؟ اسف، محتاجين حاجة تضخ الاوردرز واحد واحد على البلوك ده، مش كده؟ البلوك ده نفسه بيبروسس اوردر باي اوردر، بس البلوك ده نفسه هو نفسه جواه multiple rules. يعني احنا محتاجين لوب من الخارج يلوب على الاوردرز، او لينك ستيتمنت تضخ الاوردرز، وكمان محتاجين هنا لوب داخلي جوه الفانكشن اللي هي دي. تخيل معايا ان الباوندري الجميل ده هو بيمثل فانكشن، يعني هي نفسها محتاجه تلوب على الايه، الرولز. يبقى احنا عندنا هنا محتاجين اتنين ميكانيزمز نعمل بيهم لوبينج، الاول على الاوردرز عشان يضخهم واحد واحد الى هذه الفانكشن، والتاني جوه الفانكشن عشان يلوب على الايه، الرولز واحده واحده، واللي كواليفاي هنا يتحسب منه ديسكاونت وبقيه البايب لاين يكتمل لحد ما يحسب الافرج. يبقى اللوب الاولاني هيلوب على الاوردرز، اللوب الثاني هيلوب على الفانكشن. خدت بالك من الكلمه اللي انا لسه قايلها دي يا سيدي؟ اللوب الثاني هيلوب على الفانكشنز. ايوه طبعا ممكن يلوب على الفانكشنز. احنا المره اللي فاتت اثناء حديثنا عن الهاير اوردر فانكشن قلنا جمله مهمه جدا، قلنا ان في الاول وفي الاخر اللغات اللي بتدعم الفانكشنال بروجرامنج بتتعامل مع الفانكشن تعاملها مع الداتا، بدليل ان الفانكشن ممكن تاخد فانكشن والفانكشن ممكن تريترن فانكشن، واحنا قلنا الكلام ده وعملنا ديليجيت وقدرنا نحط الديليجيت في ليست وتعاملنا معاه وكانه ديتا، مش ده حصل؟ فبالتالي كلمة ان انا هعمل هنا لوب على الاوردر وهنا هلوب على الفانكشنز كلمة عادية خالص. هلوب على الفانكشنز دي كلمة ما تخوفكش يا فندم،
انا هيبقى عندي داتا ستراكشر شايل هنا ديليجت وشايل هنا ديليجت، وكذلك 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 وكذلك، وهيلوب من الداخل عليه. فكلمه ان انا هلوب هنا على اوردرز وهلوب هنا على فانكشنز دي كلمه غير مخيفه ولا حاجه، لان الفانكشن من وجهه نظر الفانكشن بروجرامنج هي عباره عن داتا ممكن نبعتها نرسلها الى الفانكشن، وممكن كمان الفانكشن تريتر فانكشن. بس احنا لسه ما عملناش حكايه فانكشن تريتر فانكشن دي، ده ان شاء الله غالبا هيكون الحلقه القادمه. اتفقنا؟ يبقى احنا محتاجين نوعين من اللوب. تيجي نشوف الكود بيعمل ده ازاي؟ يلا بينا. بس قبل ما نروح عايزك تبص معايا على المستطيل ده كده. المستطيل ده شايل ايه؟ شايل الفانكشن بتاعت الكواليفيكيشن والفانكشن بتاعت الكالكوليشن اللي بيناظروا نفس الرول. انا عملت داتا ستراكشر يشيل الاثنين مع بعض، استخدمت تابل في الحقيقه. التابل ده العنصر الاولاني فيه فانك اوف اوردر وبول، والعنصر الثاني فيه فانك اوف اوردر ودبل. اوردر وبول عشان يعمل ايه؟ عشان يريترن ترو او فولس، اللي لو اتحققت نستخدم الفانك الثانيه اللي هي بتاخد اوردر وتطلع ايه؟ دبل. في تابل شايل الاثنين مع بعض، فبقى عندي ليست اوف تابلز، كل مستطيل من دول محطوط في تابل، وحيث ان دول مالتيبل رولز فبقى عندي ليست اوف تابلز. هنا عندي ليست اوف اوردرز، وهنا عندي ليست اوف تابلز، والتابلز شايله كواليفاير وكالكوليتور. ليست الاوردر بيضخ الاوردر للفانكشن دي اللي هي البلوك الكبير ده، اللي بدوره بيلوب على الليست اوف تابلز يطبق الكواليفاير وينفذ الكالكوليتور. هو ده الكود، هتلاقيه ان شاء الله كده. يلا بينا يا شباب. بسم الله، تعال نروح للكود. هنمشي مع الكود مع الفلو بتاع الاكسكيوشن. الاول عندنا برايفت ليست اوف اوردر، دي اوردرز فور بروسيسنج، دي الاوردرز اللي عايزين نبروسس عليها يا جماعه، ليست اوردرز احط فيها 200 300 اوردر زي ما انت عايز. المين بيعمل ايه؟ المين var orders with discount، الاوردرز اللي محسوب لها ديسكاونت عباره عن ايه؟ عباره عن orders for processing اللي هي دي dot select x goes to get order with discount. عملنا function اسمها get order with discount وبنديها الاكس، وبنديها فانكشن اسمها جيت ديسكاونت رول. بدايه جيت اوردر ويز ديسكاونت دي مكانها فين في الرسمه؟ تعالى نرجع. البلوك ده يا جماعه هو في الحقيقه اللي اسمه جيت اوردر ويز ديسكاونت. جيت اوردر ويز ديسكاونت عشان المستطيل الجميل ده اللي هو سيمبوليكال يعني بيرمز لجيت اوردر ويز ديسكاونت يشتغل، لازمه ايه يا شباب؟ لازمه الرولز اللي هيشتغل عليها. يبقى هو عشان يشتغل لازمه حاجتين، الاوردر اللي جاله وليسته التابلز اللي فيها الرولز. طب تعالى نرجع له كده نبص عليه، هل الكلام ده متحقق؟ ايوه متحقق. جيت اوردر ويز ديسكاونت خد ايه؟ خد اكس. وير اكس دي از ايه؟ اوردر، مش كده؟ اوردر فور بروسيسنج، الوحده منهم اوردر. يبقى جيت اوردر ويز ديسكاونت خد ايه؟ اوردر، وكمان خد الايه؟ ليسته التابلز. جيت ديسكاونت رولز، جيت ديسكاونت رولز دي عباره عن فانكشن اللي هي ايه؟ اهي دي يا شباب اللي اسمها جيت ديسكاونت رولز، دي اللي بتريترن التابل من الاوردرز. تعال نشوف جيت ديسكاونت رولز دي بتعمل ايه. دي عباره عن ليست اوف فانك اوردر وبول، ده تابل يا جماعه، القوس الاولاني ده يعني تابل. العنصر الاولاني منه اللي اسمه كواليفاينج كونديشن عباره عن فانك اوف اوردر وبول، والعنصر الثاني منه اللي هو جيت الديسكاونت نفسه اللي بيحسب الديسكاونت عباره عن فانك اوف اوردر وديسيمال. هو ده السيجنتشر اللي احنا لسه شايفينه من شويه، اوردر وبوليان واوردر وديسيمال، ده بيكواليفاي وده بيكالكوليت. وعملنا في الليسته دي ايه؟ ضفنا فيها ثلاث عناصر. ضفنا فيها ثلاث عناصر، ثلاثة رول يعني، تعال نبص كم ممكن نضيف 100 يعني. العناصر دول عبارة عن إيه؟ أنا قلت إن أنا عندي ميكانيزم الحساب عندي ثلاث أنواع، واحد اسمه A، وواحد اسمه B، وواحد اسمه C. فدي الكواليفاينج فانكشن اللي
اللي بتتأكد انك انت بتكواليفاي تو رول اسمها ايه. لو كنت بتكواليفاي تو رول ايه هتحسب باستخدام الفانكشن اللي اسمها ايه. لو كنت بتكواليفاي بالرول اللي اسمها بي هتحسب بالايه بالكالكوليتور اللي اسمه بي. لو كنت بتكواليفاي لسي هتحسب باستخدام ايه سي. يبقى هم دول الايه. بص كده is qualified is a qualified بتاخد اوردر وترجع ايه بول. طب ايه نفسها عبارة عن ايه؟ بتاخد اوردر وترجع ديسيمال. خليها دبل دي مش مهم. واز بي كواليفايد واز سي كواليفايد. لما تظهر لنا رولز جديدة مع كل رول هنحط هنا اتنين فانكشن. عندنا رول اسمها مثلا ار، رول اسمها حماد، فهنعمل از حماد كواليفايد وهنعمل فانكشن اسمها ايه حماد اللي هي بتحسب بالفعل. كل ما تظهر لنا رول نضيف هنا ايه اتنين فانكشن، واحدة للكواليفاير وواحدة للكالكوليتور. ونروح هنا في الليستة نضيفها ضمن الايه ضمن عملية الريجستريشن، كأن احنا بنريجستر الطبل المطلوب. فهيبقى هنا في إيه حماد كواليفايد فاصلة حماد. احنا هنا ملينا الليستة، مليناها بايه؟ مليناها بالطبلز. الطبلز جواها ايه؟ جواها الايه الديليجيتس اللي هتشاور على الفانكشنز اللي هنحسب منها. يبقى دلوقتي احنا جهزنا ايه؟ تعال نشوف. احنا جهزنا البلوك ده يا شباب، جهزنا التابلز دي الحمد لله. بقى عندنا كواليفاير وعندنا كالكوليتور محطوطين في تابل وعندنا لستة من هذا التابل. مين اللي جهزها؟ الفانكشن دي اللي اسمها discount rules. الديسكاونت رولز دي نفسها اتبعتت لحاجه اسمها جيت اوردر ويز ديسكاونت ومع الاوردر. فكده جيت ديسكاونت جيت اوردر ويز ديسكاونت بقى معاها اوردر ومعاها الرولز بتاعته. شباب بقى معاها اوردر ومعاها الرولز بتاعته. نرجع للرسمه. ايوه بقى معاها اوردر جاي اهو ومعاها الرولز ايه بتاعته. تقدر تحسب؟ ايوه تقدر. تعال نشوف اللينك عملت ايه عشان تحسب. بص يا سيدي، بص وهي بتحسب عملت ايه بقى. جيت اوردر ويز ديسكاونت، تعال نقراها. اتبعتت لها ايه؟ بص الرولز اتبعتت، وايه كمان اتبعت؟ الاوردر ار. فكده بقى عندي ار ورولز. ديسكاونت بتساوي رولز دوت هوير. رولز دي طبل، خلي بالك رولز از طبل هوير. ايه دوت كواليفاينج كونديشن. الطبل الايتم الاولاني فيه اسمه ايه كواليفاينج كونديشن، ده اللي بيريتيرن بول، هيرجع بوليان. فايه دوت كواليفاينج كونديشن؟ انت معايا يا سيدي؟ يبقى لو ده رجع ترو لان خد الار وحسب منها فرجع ترو، يبقى بالتالي السطر ده جملة الهوير هتسمح له يمر ولا مش هتسمح له؟ ايوه، لانه البريديكت نفسه رجع ترو دوت سيلكت بي اللي خارج من هنا ايه بعد الهوير هو نفس الطبل بي دوت بي دوت جيت ديسكاونت. الطبل عبارة عن حاجتين كواليفاينج كونديشن وجيت ديسكاونت. فبالتالي انا قلت هنا بي دوت جيت ديسكاونت واديتها الار. لما دي تاخد الاوردر هنا تطلع ايه ديسيمال، يبقى اللي خارج من السطر ده على بعضه عباره عن الديسكاونت اللي هو الديسيمال. وعملنا اوردر باي وخدنا تيك 2، لا خليها تيك 3 لان المثال بيقول 3 دوت افريج. يبقى كده رجعنا ديسكاونت ولا ما رجعناش؟ فهمت يا باشمهندس؟ الرولز اذا طبل دخلت على جمله الهوير، استخدمنا الايتم الاولاني عشان نتشيك هي ترو ولا فولس. اذا كانت فولس خلاص الهوير ما كانتش هتكمل، يعني بعد الهوير ما كانش هيكمل. انما لو كانت ترو التابل كان هيكواليفاي صح، البريديكت طلع ترو دوت سيلكت. التابل اللي كان داخل هنا من الرولز هيعدي لهنا، وحيث ان هو هيعدي لهنا فهنقول له ايه بي جوز تو بي دوت جيت ديسكاونت، حيث بي ده التابل نفسه يا شباب. جيت ديسكاونت هي اداه الايه اداه الحساب بتاعتنا، هتطلع ديسيمال. اوردر باي هنبدا ايه نرتب، لان الفانكشن دي هتطبق
ده عدد مرات وجود الايه؟ الرولز. يعني الاوردر الواحد هيمر على مالتيبل رولز، فبالتالي هيطلع هنا مالتيبل ديسكاونتس هنرتبهم في الاوردر باي ونتيك منهم 3 ونحسب لهم الافرج. يبقى كده اللي راجع ده عباره عن ايه؟ ديسكاونت. وبعدين بنكريت نيو اوردر من الاوردر القديم ونست الديسكاونت بتاعه. هتعرف بعد كده ان الحته دي مفروض نعمل فيها شويه معايير خاصه بالاميوتابيلتي في الثلاث سطور دول. دي مش احسن معالجه في الفانكشنال بروجرامينج، انا تعمدت اعملها بالطريقه دي عشان اقول لك خلي بالك اوعى تكريت حاجه وتعمل لها ميوتيشن زي ما انا عملت هنا. انا عملت هنا مخصوص عشان اوريك ان دي خطوه بتكسر قاعده هنعرفها في المستقبل اسمها اميوتابيلتي، دي بالذات يعني السطرين دول بس، انما الباقي كله جميل. في المستقبل هتعرف معالجه افضل للثلاث سطور دول. يبقى كده حسبنا ديسكاونت ورجعنا النيو اوردر شايل الديسكاونت معاه. نرجع تاني هنا، مين اللي نده الفانكشن بتاع جيت اوردرز ويز ديسكاونت؟ ندهها اوردرز ويز ديسكاونتس. الخطوه دي هتتنفذ كم مره يا شباب؟ اللي هي دي يعني هتتنفذ بعدد الاوردرز. يبقى في النهايه هنحصل على الاوردرز بتاعتنا بس محسوب لها ديسكاونت. يا الله، افرض ضافوا رول، ايه تكلفه اضافه رول؟ هنيجي نعمل تو فانكشنز، واحده للكواليفاير وواحده للكالكوليتور، ونعمل لها اضافه هنا فين؟ في الليسته بتاعه الايه؟ التابلز، عشان السيستم ياخدها ضمن الرولز ويطبق عليها. يعني كاننا بنكونفيجر الكود باستخدام الرولز الجديدة، كأننا بنكونفيجر الكود باستخدام الرولز الجديدة. حضرتك فهمت الكود؟ طيب اسمح لي أوريك رسمة برضو تساعدك شوية. الرسمة دي يا شباب بتوصف الكود بيشتغل ازاي. بتقول ان احنا عندنا 2 لوبز بيحصلوا، في لوبينج اوفر الداتا اللي هو اوردرز فور بروسيسنج، وفي لوبينج اوفر الفانكشنز بيحصل هنا فين؟ في الرولز. اللوبينج اوفر الداتا بينده الفانكشن اللي اسمها جيت اوردر ويز ديسكاونت اللي هي دي داتا، هيبعت هنا قطعه من الداتا اوردر عشان ينده دي، تقوم دي تلوب اوفر الفانكشنز لحد ما تريتيرن ديسكاونت محقق البايب لاين كله، وبعدين يبعت لها اوردر جديد تعمل نفس العمل، واوردر جديد تعمل نفس العمل. يبقى احنا كاننا عملنا نستد لوب، الاوتر بيلوب على الداتا والانر بيلوب على الفانكشنز اللي هو على التابل اللي شايل الكواليفاير والكالكوليتر. حد شافني عملت نستد لوب هنا؟ ابدا. فهمت يا ريس؟ انت معي؟ انا حاولت قدر الامكان والله ان انا اعمل فيجواليزيشن يساعدك على الفهم. ارجوك 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 اتفرج على الكود ده مرتين ثلاثه، وانا هحطه لك في جوجل درايف. توقف عن استعمال النستد لوب، ارجوك توقف عن استعمال النستد اف، ارجوك ما تكتبش كود انت بس اللي فاهمه. لو انت اتفرجت على الكود ده مره غالبا هتقع في غرامه العمر كله، هيفرق معاك كتير قوي 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 قوي، او يعني هكذا اتمنى لكم جميعا. شكرا يا أصدقائي، أراكم على خير قريبا إن شاء الله.